مبروك مبروك لفريق النادي الاهلي، دوري المرتبط، اول بطوله في كره السله السنه دي. الفريق فريق الشباب او الفريق الناشئين بالنادي الاهلي بيفوز ويحسم اللقب للنادي الاهلي. بيفوز كام؟ 71-65. الف الف مليون مبروك للنادي الاهلي، اول بطوله لفريق كره السله رجال. ان شاء الله تكون عام بطولات لكل الفرق النادي باذن الله. الحمد لله الولاد قدوا ما عليهم، عملوا مباراه قويه جدا، امتعونا مع ان الشوط الاولاني او الكوارتر الاولاني والكوارتر الثاني ما كانوش يعني مستواهم هو اللي احنا عايزينه، لكن الثالث والرابع روح النادي الاهلي عمل مباراه ولا اروع ولا احلى من كده. خلينا نروح للمباراه المهمه والمرتقبه برضو بين الاهلي والاتحاد السكندري في فاينل دوري المرتبط رجال، برضو المباراه مهمه. اكيد الاهلي عايز يكسب، اكيد الاتحاد السكندري عايز يكسب. من وجهه نظر الاتحاد السكندري لو كسب نادي الاهلي هو بوظ عليه الفرحه، نادي الاهلي عايز يؤكد مكسب امبارح. ان شاء الله يكون معانا مباراه مهمه، رجالتنا تكون ان شاء الله في الميعاد. ونبدا النهارده باول حاجه الاخبار وقالت ايه على مباراه النهارده.